الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم. وأما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.